شو يا سعيد؟ كيف صار أسنانك؟ سعيد عامل تقويم لأسنانه ليرتاح من عدة مشاكل. كتير من الناس بتفكر أنه العلاج التقويمي هو علاج تجميلي فقط، بس هالشي منه صحيح، لأنه سوء ارتصاف الأسنان بسبب 11% من مشاكل النطق وأكثر من 50% من رائحة الفم و 35% من مشاكل التنفس. نعم، والشيء اللي لازم نعرفه أنه سوء تشكل الأسنان عند الأطفال مسؤول عن كتير من المشاكل النفسية عندهم تحت سن 15 سنة، وبيقلل ثقتهم بنفسهم. سعيد أول شيء كان متردد لأنه مفكر أنه التقويم رح ياخد وقت طويل منه، بس أكثر من 40% من حالات التقويم ممكن نعالجها خلال 6 أشهر أو أقل. ممكن نزور الطبيب للإطمئنان على الحالة العامة للطفل ما بين عمر 5 و8 سنوات، وحتى أبكر من هيك إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما بيعانوا من مشاكل بالفكين. وإذا كنت بتخجل من وضع التقويم على عمر كبير، صار في أكثر من حل لهالمشكلة، وصار عندنا التقويم الشفاف والتقويم الداخلي والتقويم المتحرك وبنفس النتائج. مشان هيك ما نستخف بفكرة التقويم وما نخجل منه، وعساكم دوم بصحة وسعادة.